نفسك؟ المهندس صلاح علي، جند من جنود جبهة حماية الثورة. اتفضل يا استاذ. انا بس عايز اقول للدين دي كلها حاجه واحده بس، ان اللي بيكفر مسلم هو نفسه كافر. اللي فاكر نفسه ان هو ولي على امور المسلمين هو اصلا مش مسلم. النهارده اللي بيتهم الليبراليه بالكفر، طب منين انت بتتهمه بالكفر؟ ايه اللي بيقول لك ان هو كافر؟ مين هو العلماني؟ فاكر اصلا مش عارف مين العلماني ولا يعرف ايه حدود العلمانيه. فانا عايز اقول للسلفيين واقول لبهوات الاخوان، حرام عليكم حرام عليكم اللي بتعملوه في البلد. البلد مش متحمله اكتر من كده. لو سمحتوا سيبوا الدين وما تحتكوش باسم الدين في قلوب الناس، مش اكتر من كده عندي. شكرا يا استاذ يحيى، شكرا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب.